السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة والخاصة ببحث التخرج لعام 23/24 لطلبة المستوى الرابع في قسم التحسس الصناعي، كلية التحسس الصناعي والجيوفيزياء، جامعة الكرخ للعلوم. واليوم عن معالجة الثيرمال باند. وطبعا هذا الثيرمال باند احنا راح نقيم حرارة سطح الأرض لهذه الفترات الزمنية. بالمناسبة احنا نقدر ايضا حتى نقيم الرطوبة يعني كعامل اخر ضمنها، وهو بانه الفرق ما بين الباند السادس والباند الخامس على مجموعهن، فراح يصير عندنا حالة الرطوبة في التربة نقيمها ايضا. فالدلائل اللي راح نقيمها بالتالي راح تكون عندنا كم وافر من البيانات اللي من خلالها نقدر نتوصل إلى القيم الأكثر واقعية وأكثر دقة، حتى نفهم ظروف المنطقة وما عانته من جفاف، وكيف أثر هذا على خصائص التربة واستخدامات الأغراض الزراعية والأغراض الأخرى. طبعا احنا حساب حرارة الأرض أو التربة هو يكون كالآتي. احنا نسوي راديومتر كاليبريشن اعتيادية بحساب الراديانس. طبعا ماكو داعي نسوي لها بلاي فلاش لان هي ما لها علاقة بالفلاش. وبعدين نحسب البرايتنس تمبرتشر. طبعا بالمناسبة راح احسبهن انا اثنينهن لاني احتاجهن ضمن المعادلة الأخيرة، ده مثل ما تشوفون اني راح احتاج بالمعادلة الأخيرة وجود البرايتنس تمبرتشر وأيضا الباند الراديومتر كاليبريشن على الباند الصار. وكذلك عندي قيم ال ان دي في اي ايضا هنا احتاجها حتى اعرف شلون اقدر اقيم عملية البي في واحولها الى قيم الاميسيفيتي، ومن ثم حساب راح اقوم بالاجراءات الاتية. اول شيء طبعا انا عندي برنامج الـ MV وأقوم بالآتي. أول شيء استدعي عندي الباوندري أخليه ما عندي بيه مشكلة، ثم استدعي اللقطة نقدر أيضا منها نستدعيها MTL MTL هذا MTL أوكي تمام. نقدر أيضا نحسن من خصائص الـ MTL. شوف هنا أنا هسه بنزوم يعني راح تكون هي ضمن المنطقة اللي صارت، لكن شوي نعرضها لفوق. شوف هاي منطقتي يمكن أوضح هسه صار الشفايل من المحاضرات السابقة. طبعا هذا نقدر منه كذا نوفر هالشكل، نقدر منه لينير. شوف نوضحها أكثر. باند كومبينيشن أيضا باند كومبينيشن التوضيح ليس إلا تمام. هاي المنطقة اللي يصير عليها الشغل تمام. نقدر هنا بالله نسوي نقدر نعطيها عمق أيضا، نسوي سابلاي أوكي. نقدر يعني كتغطية إلها بهالشكل، يعني شي إجراء هذا للي يعجبه حتى يبرز الشيب فايل وما يقدم ويأخر بالنسبة للإجراءات على أي حال. أوكي أذهب الآن إلى راديومتريك كالبريشن. راديومتريك كالبريشن هذا بهالشكل. طبعا نحتاج فقط الثيرمال، نحتاج بس الثيرمال نفتحها من هنا. نذهب إلى الفيكتور هذا الباندري أوكي. شوف هذا المكان الخاص بالثيرمال باند اوكي كله اوكي. طبعا ما نحتاج نسوي هذا الاجراء مباشر، راح نكتب نقدر نجيب الاي في اي لا بس نمسحها نكتب عليه راد تي اتش حتى نميزه ثيرمال يعني ثيرمال نميزه اوكي كله اوكي تمام. هذا الثيرمال نفس الشيء نرجع نسوي نفس الإجراء، بس طبعا نروح للثيرمال ننقره نرجع هنا أيضا نختار الفيكتور
اوكي، نحسب شنو نقدر من هذا الاجراء؟ اوكي، نقدر نحسب ايضا البرايتنس تمبرتشر مباشرة. فاذا نقدر هذا كله بدل الراد اللي سويناه، او على الاقل حتى لو الاي في ار نخلي بي تي، ما مبين ما عندي به مشكلة. برايتنس تمبرتشر بي تي، بي تي اوكي، سيف، تمام. صار عندي ايضا برايتنس تمبرتشر، اتخلص من بقية يعني بما فيها هاي ما احتاجها، اللقطة الاساسية اتخلص ايضا من الثيرمال باوند ما احتاجه، ومن الباوندري ايضا يعني ما احتاج عندني، ابقى فقط هاي اللقطتين. لكن شو استدعي انا؟ شو احتاج الان؟ احتاج ال NDVI. اروح للريزلت واحتاج ال NDVI. تمام، هذا ال NDVI اوكي احتاجه، تمام. واحتاج اسجل القيمة العليا والدنيا بي، لانه مثل ما شفتوا بالمعادلة احتاج القيمة، طبعا الدنيا هي ماينس 1 والعليا هذا الرقم. اقدر اسوي له كوبي بهالشكل، هذا كوبي لا بس، حتى من اجي اشتغل المعادلة الخاصة بي. الآن أجي أكمل بقية البروسيجر، أني أنهيت لهنا الشغل ما عندي بيه مشكلة. أجي بهذا الشغل هنا أريد أحسب الـ PV من قيم الـ NDVI. شلون أحسبه؟ راح يكون عندي كالآتي، أروح لل باند ماث كلير ما أحتاجه، هذا أسوي الآتي، أفتح قوس بدل ال NDVI اكتب باند 1 لا بس، وهو راح شي يكون عندي باند 1 بالمعادله، راح يكون عندي ماينس ماينس اقل قيمه ماينس ماينس، اذا شو يصير؟ بلس 1. يعني لو كان ماينس بوينت كذا لازم التزم بها اقول زائد كذا رقم، لكن هو بسط في ماينس فاقدر اقول اختصارا زائد 1. اسد القوس واقسم، افتح القوس، ايش عندي؟ القيمة العليا ناقص القيمة الدنيا. القيمة العليا انا نسختها بيست، هاي شفتوها حضراتكم، ناقص القيمة الدنيا، فناقص ناقص راح يصير ايضا زائد 1. لاحظوا حضراتكم، خلص القوس، اخلي قوس اضافي وقوس بالبداية هالشكل. زين، طبعا هاي القيم متغيرة كل مرة، ربما يكون ماينس 1 بلس 1 جنب بالعدلة او يتغيرن، فيكون واحد حذر بهالمسألة. زين، اخلي الهات هذا هالشكل، طبعا عندي 2 يعني تربيع، ارفع هذه القيمة نقول له اوكي. طبعا انا عندي ال NDVI هو اللي اختاره، تشوز وين راح يصير هاي عندي القيمة، قيمة ال PV، قيمة ال PV. اقدر هنا أنا اقول له بدال ال PT PV PV اوكي، هذا ال PV اوكي اوكي هذا ال PV طلع عندي. زين، احتاجت ال PV. الان ال NDVI ما له اهميه، اقدر الغي، اقدر الغي، كل ما اخفف الشيء الزايد هو افضل لي. زين، بعد شنو عندي بالبروسيجر؟ هو حساب الاميسيفيتي اللي هو عباره عن البوينت 004 في البي في زائد بوينت 986. اذا انا كالاتي عندي الباند، اسوي له كلير هنا، راح يصير عندي بوينت 004 مضروبه في قيمه بي 1 اللي هو راح يصير البي في، اسدها للقوس، ايضا زاد عندي بوينت 986 عاد هالشكل اوكي. طبعا عندي البي في هو اللي محل العمل التحليل، راح يصير عندي هنا مكان البي تي نقدر نقول عليه هنا امسيفيتي، هاي كلش مهمة، نقدر نقول عليه امسيف اوكي. صار عندي الاميسيفيتي، زين ترى عرضها بهالشكل.
تظهر عند الـ emissivity مارش بي في بي تي. اوكي ليش ما ظهرت الـ emissivity؟ بس اشوف ظهر اكو مشكلة صارت. اوكي او موجودة؟ لا بس راح استدعيها. emissivity موجودة هنا. اوكي emissivity ليش ما ظهرت؟ اكو اشكال صار بيها احتمال. لا بس اذا عندي بيها خلل او شيء خليني اتاكد منها. اعيد المعادله. اوكي طبعا نختار قلنا البي في تشوز البي تي راح اختار بس اكتب كلمه اي يعني قد يكون عندي صارفة اشكال بالحساب. اوكي اوكي اي تمام هاي هسه تفعلت هاي موجوده هسه تفعلت ما عندي بعد بيها مشكلة. أذهب الآن إلى تطبيق المعادلة النهائية اللي هي حساب Soil Surface Temperature. أول شيء عندي البي تي، إذن لا بس أخلي بي 1 بالنظر الاعتبار البي 1 هو راح يكون عندي رمز للبي للبي تي. إذن أنا عندي بي 1 بي 1 هذا أقسمه وأفتح قوس أقسمه على اليمين على هاي القيمة وافتح قوس اللي هو لانه هذا عندي عملية مركبة داخل القوس راح اقول واحد يعني واحد ايضا زائد زين افتح قوس اللي هو الراد في اللي معناها الراد ايش راح انطي خل انطي بي 2 وهنا بي 1 اذا بي 2 بي 2 آسف بي 2 مضروبة في بي 1 يعني اللي بي تي هو راح يصير هذا نقسمه على قيمة رو قيمة رو وهذا قيمة الرو هي الثابت عبارة عن هاي القيمة نقدر نجيبها من هنا ننسخها لا بس اوكي او حتى لو اكتبها 14380 14000 14380 وننتبه هنا مسألة القوس هذا ايضا قوس هذا ايضا قوس يعني معناها لازم شو احتاج برا احتاج برا ايضا قوس اوكي صار عندي هسه هذا كمل هذا كله مضروب بشنو بيا قيمة مضروب في الالوج اللي ينكتب الوج امسيفتي الوج اذا نكتبه الوج اسف خلي الاسرع من الضرب اول مرة الستار في الوج الوج نفتح قوس نكتب دي بي 3 بالحالة تمام بي 3 يعني هسه الراد صار عندي هو بي 2 والبي تي هو بي 1 والامسيفيتي هي بي 3 خلينا نشوف اوكي هاي خلصت العمليه خلصت هاي العمليه لكن قبل نقول تخلص احنا عندنا هذا نسد القوس هنا بهالشكل وعندي قوس اخير هالشكل راح اشوف اذا عندي الاقواس بها مشكله او لا تمام عندي ساعات مشكله زياده اقواس تمام هسه اوكي ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة نجي نقول اوكي فالبي 1 هو البي تي هذا قيمة البي تي ما عندي بيها مشكلة هنا وال 2 هو الراد هذا وال 3 هي الامسيفيتي اوكي اذا تشوز راح نختار اس اس تي هاي حرارة سطح الأرض طبعا بالمناسبة احنا نقدر أيضا نجري الآتي خلينا نشوف والله القيم مالتها إلى 298 والقيمة الدنيا هي صفر أوكي مو هنا المشكلة نقدر طبعا نسوي 273 ناقص واحد 273 بوينت 15 إذا نسويها بهالشكل يعني نشوف احنا القيمة العليا أوكي أوكي ستارت 273 يعني ضمن الحدود
حرارة الأرض من هذا الموسم، فنقول له كلير، نقدر نقول له B1 ناقص 273.15، هالصيغة هاي أوكي مقبولة. فبالتالي B1 هو الـ SST choose، نقدر نقول له SST. طبعا احنا هم يعني فاتنا نخلي هذا بالتاريخ، فراح نستثمرها لهذا، نكتب هنا SST 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 underscore C حتى نعرف انه بالانجليزي. اوكي يعني نفس التفصيلة راح تكون كوكستات. تمام، صار عندي طبعا هاي المكان اللي هو بي صفر، هذا بي يعني قيم راح اصلا تطلع من المنطقة، هي هذا الفراغ اللي صاير اصلا احنا بالماسكينج راح تروح، والبقية الى اعلى درجة حرارة 25، واعتقد في وقت الربيع البادار يعني ال 25 واردة. ونشوف مثلا احنا هاي المنطقة بالذات، يعني اذا نريد نرجع على مسألة الشيف فايل منها ريزلت، اوكي قبل ريزلت العفو باوندري باوندر هذا، شوف ايش اللي اوكي. طبعا قلنا نقدر من هنا نعطي مو فولس، نخلي شوي نعطي بعد، خلينا نخلي فد ترو ابلاي اوكي. فطبعا عندنا جزء راح يبقى وجزء راح يطلع من المنطقة، وطبعا راح تصير عملية اذا نحتاج موديفاي او نحتاج شيء، هذا في حين ان شاء الله نرتب الشيب فايل. بالنسبة للماسكينج من نروح الى الارك جي اي اس برو موديفاي، نفس سوى الموديفاي حتى يصير الماسكينج موحد للكل، فاضبطها الى اللقطة اللي تضمن لي وجود هذا. يمكن تمام يعني حتى هذا راح شوي نعدل نسوي ريشيب منه ونسوي شوي اكثر انحناء كذلك منه، انا شوي نرجع حتى ضمن المنطقة نقدر نسوي لها موديفاي مبدئيا، ونقدر يعني نخلص من هذه الإشكالية. مسألة ترتيب ليس إلا المهم، هاي الإجراءات أنا اللي سويتها بالنسبة للمعالجة والتحليل تكرر لعدة أشهر ضمن السنة لمدة 30 سنة للنباتات وللحرارة. وبالنسبة للمويسر يعني خلينا نشوف إنه إذا نقدر نحسبه أو نضيفه من ضمن المعاملات أو نتقيد بالدلائل اللي عندنا، لأنه هو يعني مهما يكون هو تدريب وبحث تخرج، وننطلق إلى بقية السنوات ونبدأ نجمع حتى من نوصل للمراحل النهائية، نسوي اكستراكشن ونسوي عمليات التحليل الإحصائي. وهذا راح يكون على الفصل القادم بإذن الله تعالى. وشكرا جزيلا لحضراتكم أستاذ دكتور أوراس محطاها، جامعة الكرخ للعيون، كلية التحسس النائي والجيوفيزياء، قسم التحسس النائي، تحياتي.